أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نصرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: اصطدام قطار بسيارة أجرة يخلف 5 جرحى بجرسيف. ولن التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. عرفت جماعة الصفصفات إقليم جرسيف اليوم الثلاثاء حادث اصطدام بين قطار وسيارة أجرة من الصنف الكبير. الحادث خلف 5 جرحى إصابتهم متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي لجرسيف لتلقي العلاجات الضرورية. ونقلت مصادر محلية أن الحادث وقع في تمام منتصف اليوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، حيث تفاجأ سائق القطار بظهور سيارة الأسرة على السكة الحديدية، حينما غفل حارس السكة عن إغلاق الحاجز الذي يفصل طريق السيارات بسكة الحديدية.